بعد أحداث 2003 وما تعرض له المتحف العراقي من جريمة بسرقة محتوياته وتحطيم بعض أثاثه وخزاناته، يعني قمنا بكثير من الأعمال الخاصة بتأهيل قاعات المتحف العراقي. ساهم في ذلك عدد من الدول خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا واليابان وأيضا التخصيصات الحكومية. الأضرار التي لحقت بالموروث الحضاري العراقي من جراء أعمال داعش أضرار كبيرة. هذه المرة نحن نتعامل مع تنظيم إرهابي تعامل مع الآثار العراقية بأعمال نسف وتفجير. سابقا كنا نتحدث عن سرقات، ويمكن لنا أن نطالب الدول باسترداد آثارنا، لكن الآن لدينا حالة جديدة، هناك عدو مختلف يقوم بنسف وتفجير المواقع الأثرية. لهذا خسرنا نحن أكثر من 150 موقع، بين موقع أثري، بين مبنى تراثي، بين دار عبادة. هناك كنائس وأديرة مهمة فقدناها تعود للفترة العثمانية.